الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يصح أن ينوي المرء بذكره لله من تسبيح وتهليل واستغفار وغير ذلك، هل يصح فيه نية الرقية والاستشفاء بهذه الأذكار؟ الحمد لله، المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الرقية لا توصف بأنها شرعية إلا إذا توفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بالكلام العربي، فلا يصح الرقية بغير اللفظ العربي. الشرط الثاني أن تكون بكلام الله عز وجل وبما صح من السنة من التعوذات والأذكار الشرعية أو ببعض الأدعية المباحة التي لا مخالفة شرعية فيها. الشرط الثالث أن يعتقد القارئ والمقروء عليه أن هذه الرقية إنما هي سبب من الأسباب، وأن الشافي على الحقيقة والخالق للشفاء إنما هو الله عز وجل. فمتى ما توفرت هذه الشروط فإن الرقية تكون شرعية. وبناء على ذلك، فإذا قال الإنسان أذكار الصباح والمساء وسبح وهلل الله عز وجل ونوى بها أن تكون سببا لشفائه، فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنها مما صحت به الأدلة. فالتداوي بالذكر أمر جائز لا حرج فيه، والتداوي بالأدعية المباحة التي لا مخالفة شرعية فيها أيضا أمر جائز لا حرج فيه. فكون الإنسان يذكر الله عز وجل عند نومه بنية أنها أذكار ورقية، ويذكر الله عز وجل عند صباحه ومسائه بنية أنها أذكار الوقت وأنها رقية يتحصن بها ويستشفي بها ويحتمي بها من كيد الشيطان ويضعف سلطان الشيطان عليه إذا كان مصابا بشيء من ذلك، فإن هذا لا حرج عليه، فإنها من جملة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار. فإذا لا بأس أن يستشفي الإنسان بالقرآن، ولا بأس أن يستشفي الإنسان بالتعويذات الشرعية الثابتة، ولا بأس أن يستشفي الإنسان بأذكار الصباح والمساء، ولا بأس أن يستشفي الإنسان بالأدعية المباحة النافعة. كل ذلك مما لا حرج فيه ولا مخالفة شرعية فيه، ولا تخرج الإنسان باستعمال ذلك عن كون ما يفعله من جملة الرقية الشرعية، والله أعلم.